اسماعيل يوسف خلاص لدوره البقاء زي ما بيقول الاستاذ محمد صيامه كابتن مصطفى؟ احنا متفقين، وانا يمكن من قبل الماتش يا مجدي قلت ان خلاص هيلعب دوره بقاء في الدوري الممتاز، لكن انا عايز اشيد الحقيقه باداء الانتاج الحربي رغم الظروف اللي هم فيها، وانا بايد كل كلمه قالها الاستاذ محمد صيام، خاصه انك زي ما قال الاستاذ محمد ان هم بيلعبوا من غير ضغط، وده بيدينا مؤشر هام جدا العامل النفسي في كرة القدم يا كابتن مجدي. طيب لما الدورة